لقاء مهم ديال الاغلبيه اللي تراسه السيد رئيس الحكومه. هذا اللقاء فكانت عده رسائل كبرى. الرساله الاولى بان كلنا معبؤون وراء جلالة الملك بالنسبه للقضيه الوطنيه. اليوم كاين العديد من النجاحات والمكتسبات التي تم تحقيقها، ولكن هنالك تحديات ونحن مستعدون للتصدي لكل هذه التحديات. وفي هذا الاطار فتم الاتفاق على ان تكون هنالك اليه حزبيه دبلوماسيه اللي غتشتغل على هذا البعد الاساسي، زياده على تعبئه أعضاء من كذلك الفرق في مجلس النواب ومجلس المستشارين، والانفتاح على الأحزاب الأخرى كذلك لتحقيق إن هذه القضية قضية وطنية، للعمل على استهداف الدول التي لم تقم حتى الآن بالاعتراف بمغربية الصحراء أو بدعم المقترح ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وكذلك العمل للتصدي لمن يواجه هذا الحل الضروري والوحيد اللي كاين، ألا وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كانت فرصة كذلك للتأكيد على أننا كذلك مستعدون لمواصلة العمل وحل إشكالية كبرى هي إشكالية التشغيل. أنتم تعلمون بأن عندنا مشكل كبير ديال البطالة اللي هي تزداد ارتفاعا خصوصا مع الجفاف بالنسبة للعالم القروي، ولذلك فهنالك العديد من التدابير التي تم اتخاذها من خلال اولا رفع من مستوى الاستثمارات العموميه اللي يخلق العديد من فرص الشغل، ثانيا من عمل كذلك على دعم التشغيل خصوصا بالنسبه للمقاولات الصغرى والمتوسطه، وهنالك كذلك ما هو مرتبط بوضع اليات ديال الادماج في سوق الشغل لكي تستفيد منها كذلك الفئات اللي ما عندهاش شواهد. انتم عارفين بان فئات عريضه من المواطنين فما عندهم شهاده، فهما كذلك غيمكن لهم يستفدوا من هذه الاليات الجديده اللي غتمكنهم من الولوج الى سوق الشغل. النقطه الثالثه اللي هي مهمه جدا هي مرتبطه بالقدره الشرائيه. انتم تعلمون بان رغم المجهودات المبذوله رغم التحكم في التضخم فلا زالت الاشكاليه مطروحه خصوصا بالنسبه لبعض المواد الغذائيه، خصوصا بالنسبه للحوم وكذلك زيت العود. وبالتالي فالحكومة اتخذت العديد من التدابير، الهدف منها أساسا وهو العمل على ضبط الأسعار من خلال الاستيراد ديال اللحوم، ومن خلال كذلك إعادة بناء سلسلة ديال إنتاج اللحوم ديال الماشية، لأن عندنا مشكل كبير وهو أننا بدينا نفتقدوا السيادة ديالنا في هذا المجال، وبالتالي من الضروري أننا نسترجعوا هذه السيادة. وبالتالي تم وضع خريطة الطريق اللي فيها الدعم اللي فيها المواكبة اللي فيها خلق فرص الشغل في العالم القروي باش يمكننا نضمنوا هذه السيادة الوطنية اللي أكد عليها جلالة الملك في هذا المجال ديال اللحوم. وهنالك بالطبع لدعم القدرة الشرائية، ثم تتعرفوا بأن كاين أولا الأسعار وثانيا كاين بالطبع الدخل، فبالتالي فسنواصل في زيادة في الدخل بالنسبة للموظفين والموظفات. عندنا 500 درهم إن شاء الله اللي غضاف بالنسبة في يناير المقبل، زيادة على التخفيض من الضريبة على الدخل اللي غيتم كل الأجراء. وأنتم عارفين بأن اليوم بهذا الأمر اللي هو عنده 6000 درهم ما يبقاش يخلص الضريبة على الدخل، كان في إطار المعاش أو متقاعد أو كان شاب اللي هو غيستفد كذلك من هذا الأمر، وهذا غيزيد في بالطبع القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين، ونخفضوا من الاشطر العليا. كانت الشطر العالي كان 42% 38%، دابا نبطوا 37%، وهذا بالطبع فهو تيمشي في اطار ديال تحسين الدخل. زياده على هذا الامر فهنالك امر اساسي الا وهو البعد الترابي. في اطار هذا البعد الترابي فهنالك اولا العمل على تقليص الفوارق المجاليه من خلال مخططات جهوية للتنمية مع الجهات، واللي درنا تعاقدات مع الجهات باش أننا نخلقوا الفرص الشغل، أننا نفتحوا المجال باش أنه نديروا كذلك الفك العزلة القروية، ولكن كذلك الفك العزلة المجالية بالنسبة للأقاليم اللي هي نائية، وفي نفس الوقت باش أننا يمكننا يكون هذاك الميثاق الاستثمار اللي هو تحفز الاستثمار في هذه المناطق النائية باش انه هذه التجهيزات التحتيه تكون جاهزه باش يمكن الواحد يجلب هذه الاستثمارات. زياده على الامر فهنالك كذلك الرفع من الامكانيات والغلاف المالي الموجه للجماعات المحليه. تم الرفع
هاد السنه ب 15%، واليوم غيكون رفع ثاني لان زدنا من الحصه ديال الضريبه على القيمه المضافه من 30% الى 32% اللي غتمشي للجماعات المحليه. هادشي علاش؟ باش يكون خدمه القرب. هادشي علاش؟ باش الجماعات تكون عندها الامكانيات باش انها تخدم المواطنات والمواطنين، لان احنا عارفين باش يمكننا حقيقه نقويو الديمقراطيه ضروره ان نعمل على تطوير الديمقراطيه المحليه، وهذا من خلال تحسين الحياه اليوميه ديال المواطنات والمواطنين، وهدفنا في كل ذلك وهو ضمان الكرامه لكل المواطنات وكل المواطنين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.